شافوه توينسا بعد ما فات لانه وقت اللي خرج خرج في خضم الحكايه شافوه توينسا في 2100 هذا ومن بعد شافوه بالحق برشا جاتني ملاحظات علاش هذا ماريناشي الحاجه المشكله في تونس انه عندنا توندونس ان ذوقنا يولي قاعده عامه راهو ثم ناس عجبها اعمال اللي انت ربما ما تعجبكش فباب الحاره أعجب برشا ناس لكن برشا نقد يعني غير اللي مع ثم ناس ما يعجبهاش شفتوا العمل نعطيك مثال شفتوا العمل وقريت النقد اللي جاي عليه أنا قريت نفرح. الملام الكبير اللي أي. على على النص اللي كان ضعيف اللي درجة الذمار اللي كانت فيه السهل جدا استسهل ستون بارودي حنان حنان الشقراني تعرفت في دور البوليسة من أروع من خدمة حنان الشقراني ريم الزريبي المسترجلة معناها يا دي كومبوزيسيون كل عمل فيه إيجابيات وفيه هنات أما أنا اكتشفت أنه ديمقراطية الفن مفقودة في تونس خاطر أنا ما نحبش البيتزا فكي نقول واحد يجي باش ياخذوا بيتزا كات سيزون نقول له ليه ما نحبش حتى في الدنيا العادية نغزروا له غزرة متاع شبيه السيد مختلف غريب راهو الأذواق تختلف نجم نلقى هينات في عمل لكن ما ثماش عمل بكله هينات صحيح راهو ثم اون توندونس متاع إذا كان شكرنا عمل برشا اللي غيره يلزم يظهر خايب برشا لكن فما بعض الأعمال اللي يتفقوا عليها التوانسة الكل مثلا نعطيك شوف لي حل اليوم شوف لي حل يحقق في أرقام كبيرة بسبب مشاهدة هاو الذوق الكل يمشي للشيرة هذه مثلا هبني خورايك زادة في بعض الأعمال الجديدة الأعمال اللي صارت رمضان هذا أنا شوف لي حل اون كومبوزيسيون من أعلى مستوى لانه اللوريل يا اردي تونيزيان روح التكنيك نتاع الكوميديا اشكال وانواع برشا قايم على النيونس بين كامل تويتي وسفيان شعري على دار الوزير علاش ما اختفش لانه يا با ان لوريل يا اردي ثم كيما النوت غراف والنوت ايغو في الموسيقى تخلق اون هارموني ثم تسيب كمال وحده والكلهم يحبوا يعملوا اردي فراهو ثم حاجات علميه في فن الاضحاك طبعا. في تركيبه العمل الدرامي معناها هذاك علاش اعتبر انه عندنا برشا نجاحات تحققت في الدراما التونسيه